يعني بقت ممكن تتباع للأسف، بقت ممكن الأوراق المصرية تتباع، وده أصعب شيء. أنا مش عشان راجل وطني ممكن إيه أبيع وطني في مقابل يعني إيه الهوية المصرية الأصيلة اللي موجودة فينا من زمن طويل مش هتتغير، مش هتتباع، يفضل طول عمرنا متشبثين بالأرض بتاعتنا. عندما تضاء شمعة للثقافة في مصر فأنا أكون سعيد جدا، إن إحنا عايشين في ظلام كبير جدا من الثقافة وفي إهمال الثقافة من ستينيات، من الدولة لم تضع الثقافة في أجندتها. ونحن بعد رحيل سارة عكاشة لم نجد وزير ثقافة يهتم بالثقافة ولم نجد حاكما يهتم بالثقافة. فعندما أرى أن نحن الثقافة يسودها الظلام، هناك من يريد أن يشعل شمعة لتضيء الثقافة، لازم أرحب بالحضور وأشارك فيه بكل فعاليات. حضرتك الهوية المصرية تحتاج لإيه الفترة يا فندم؟ الهوية المصرية تحتاج إلى الانتماء، أن ينتمي الإنسان إلى بلده، أن يحس بأن وطنه ده أغلى ما يمكن. ممكن تستبدل كل شيء إلا وطنك. هنا بقى احنا نفتقد الانتماء الى بلدنا، نفتقد ان احنا كلنا نعتبر ان دي بلدنا، مش كل واحد عاوز ينعش حد منها ويجري. عاوزين نحس ان احنا بنرسم لمستقبل اجيال، عاوزين نرسم ان احنا نحب بلدنا تكون اعظم الدول. يعني دي لازم تكون مفخره لينا، ونحن المصريين مرحبين بهذا وعندنا استعداد لهذا، لكن عايزين ايه الحماس يجمعنا، وعايزين نبقى ايه يد واحده كلنا، وما نخليش ايه الياس والعزيمه والاشاعات تكسر من حدنا. الدراما المصريه فين من الهويه المصريه؟ الدراما المصريه انا بعتقد انها طالما الاعلانات مسيطره عليها فهي مسلسلات في الحضيض، ولن تقوم الدراما رسالتها الا اذا كان هناك من يؤمن بثقافه المسلسل الدراما، وان الدراما دي اساسا هي مدرسه تربويه للمجتمع، ونحن في احوال الوقت. لكن للاسف كل ما يقدم انما هو تشويه للمجتمع وتشويه لنساء مصر، وتقديم نماذج غير متواجده على الساحه ساعتنا على ارضنا المصريه، والفاظ قبيحه وشتائم يخجل اي انسان يستمع اليها. حضرتك اديني نموذج ناجح من اعمال الدراما اللي موجوده في الوقت الحالي تعبر عن المواطن المصري. الحقيقه يعني يعني مش انا اتذكر عمل غير اعمال يحيى الفخراني، اعمال محمود عبد العزيز، اعمال عادل امام. اعتقد انهم اكثر ناس ملتزمين بالاخلاقيات وتقديم هدف في الموضوع. لكن للاسف الدرامات الجديده رغم تشجيع للشباب، رغم تشجيع للدم الجديد، لان اؤمن طول عمري بالدم الجديد انه لابد ان يغزو ولابد ان هو يحتل مكانته، لكن انا شايف ان هو ان الدم الجديد ضل الطريق. طب حضرتك